النجم محمد رمضان نشر صورة ليه على انستجرام وهو قاعد جوه عربية رولز رويس من طراز روث الفخم جدا. رمضان ما أكدش إذا كانت العربية واحدة جديدة من مجموعة عربياته، والمعروف إن رمضان نشر من فترة صور ليه مع عربياته اللامبرجيني أفنتادور والرولز رويس جوست، واللي عملت جدل كبير جدا ما بين معجبيه واعتبرها بعضهم استفزاز للناس البسيطة.